بعد الكشف عن التقرير المالي في الجمعية العامة للفافا، والذي عرف الكشف عن العديد من الخروقات والثغرات المالية، فواتير تم تضخيمها ومصاريف غير مبررة، إضافة إلى ديون لم تسدد وتم وضعها على عاتق الفافا. المصالح الأمنية الجزائرية المختصة لم تبقى مكتوفة الأيدية، بل انطلقت في التحريات والتحقيقات للكشف عن هذه الخروقات المالية التي تم صرفها. أموال طائلة لا تعد ولا تحصى وأرقام خيالية هي تلك التي يتم التحقيق فيها مع المسؤولين السابقين للفافا والمشرفين على تنظيم التظاهرات الرياضية التي أقيمت بالجزائر. 3 رؤساء للفافا تم استدعائهم من قبل الشرطة الاقتصادية لولاية الجزائر العاصمة، وتم الاستماع إلى أقوالهم في العديد من القضايا والصفقات. مسيرين آخرين وفاعلين بارزين في الفافا سابقين سيتم استدعائهم للتحقيق والاستماع إلى أقوالهم من أجل كشف الخيط الأبيض من الأسود. إذن هي عملية محاسبة على من سولت له نفسه التلاعب بأموال الخزينة العمومية التي كانت أمانة بين أيدي هؤلاء المسؤولين. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.